وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة بورصة التركية سيد حسن إردم، نائب رئيس وكالة السفر والسياحة في تركيا. مرحبا بك سيد إردم معنا. يعني بداية، ما هي الآثار المحتملة من هذه الحرائق على الموسم السياحي في دول المتوسط؟ ايوه، اهلا. اولا اشكركم على هذه الاذاعه وهذا البرنامج. اولا، الحراره الموجوده اقليميه في تركيا منذ 4 ايام فقط ولا غير. قبل 4 ايام او 5 ايام كان في تركيا جو جدا معتدل والاجواء جدا حلوه، درجه الحراره مو اكثر من 27 بالنهار وبالليل 18 درجه. ولكن تقريبا منذ 4 ايام 5 ايام في تركيا، اسطنبول، بورصه، شمال تركيا كمان، وصل الى 42 درجه بالنهار، وطبعا بالليل نزل الى 25 و27 درجه حراره. طبعا هذه موجه حراريه مؤقته ومر كل دول العالم، ليس بس تركيا، حتى القاره الاوروبيه نفس الشيء، وصل إلى 40 42 درجة حرارة في دول الاتحاد الأوروبي كلها. نعم، ولكن بالمجمل كيف تؤثر هذه الحرائق على حركة السياحة؟ وتركيا طبعا وزارة الغابة موجودة في تركيا، كل الإمكانات الموجودة، حذروا البشر وحطوا إعلانات وزودوا الحراس الموجودة في غابات التركية، والحمد لله إلى الآن، يعني منذ 4 أيام و5 أيام ما صارت أي حريجة في تركيا حاليا، الحمد لله. العام صار، ولكن السنة هذه إمكانيات سفروا، يعني جهزوا كل الإمكانيات الموجودة من طرف وزارة الغابة نعم، التركية، الحمد لله إلى الآن ما صارت عندنا أي حريجة. شكرا لك سيد حسن إردام، نائب رئيس وكالة السفر والسياحة في تركيا.